جيهان ما كلتي هنا. هي مرحلة صعبة كيعيشوها مرضى السرطان الله يحسن العوان والله يشافي الجميع. هي مرحلة صعبة نفسانيا وجسمانيا، مرحلة كتحتاج المساعدة، السند، كتحتاج العناية الطبية من نوع خاص وتغذية كذلك من نوع خاص. مواصلين مع الدكتور هشام فنيش أخصائي في التوازن الغذائي والطب الطبيعي بالرباط حول تغذية مرضى السرطان. صباح الخير دكتور هشام. صباح النور لالو. كيف صبحتم زيالين؟ الله يبارك فيك لالو. مرحبا مرة أخرى وشكرا للمشاركة. الله يبارك فيك دكتور هشام. وقفنا البارح في دور وفائدة ديال بعض الأعشاب في التخفيف فقط يعني من حدة الآلام وحدة المرض مرض السرطان في هذه المرحلة. هذه ممكن معاك نغوصوا ونجولوا في هذا العالم ديال الأعشاب اللي ممكن تخفف شوية من 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 هذا المرض هذا. تماما، كاينين بعض الاعشاب اللي غادي يساعدوا الطب، اللي غادي يساعدوا الدواء الكلاسيكي ديال السرطان وديال الخليه السرطانيه. باش ما خصناش ناكلو نيمبورت كومون، المهم باش نعاونوا راسنا باش نقصوا من الحده ديال السرطان. الوغ نبداو بالاهم واحد اللي ديما كنوصيو الناس خاصة في الأكل العادي اللي مريض ولا ماشي مريض. ثومة. ألوغ ثومة لا يحيد فيها لا ليسين، هي المادة اللي فيها. هذيك لا ليسين ديجا عند الناس اللي كياكلوها بصفة منتظمة ما كتخليش واحد المادة سرطانية، هذوك المواد السرطانية اللي كيتوالدوا في عند الانسان اللي نيتروزامين ما كتخليهمش يتكونوا. كتخرج الخلايا من الخلايا السرطانيه، كتعاون الذات تخرجها من عندها. وكتعاون باش كتقتل الخليه السرطانيه. دونك ثوما كيف ما درناها في الماكله ماشي لازم تكون خضراء ولا شي حاجه، لان الناس ما يقدروش عليها هكذاك. لا ثوما يعني هي كتسمى واحد الانتيبيوتيك ولا مضاد حيوي طبيعي. هي ثوما ديجا سي ان انتيبيوتيك انتي انفلاماتوار انتالجيك طبيعي، ضد الالتهاب، ضد بحال قلنا مضاد حيوي ناتوريل. نعم، نزالات البرد يعني كتطلق فيها بزاف ديال الفوائد. غير خاص وقيله دكتور هشام غير الكميه، كيفاش ناخذوا هاد الثومه هادي نتعلموها؟ اللي ما كيقدرش عليها كنقول لهم باغ اكزومبل يديروا 100 غرام ديال الثومه حمراء. 100 غرام ديال الثومه حمراء يقشروها ويديروها في 1 لتر ديال الزيت بلديه، غادي نلاقيو لي زيفي ديال الزيت البلديه مع الثومه. داك الثومه غادي تطلق في داك الزيت، وهذاك الزيت هو اللي غيبداو يستعملوه في الصباح باغ اكزومبل باش يفطروا به. وراه غادي تطلق، راه هي مع المده كتبقى كتطلق داك الثومه. طيب فينا غادي يبقاو كل حاجه كنا كنستعملوا فيها الثومه، من الاحسن نزيدوا شي شويه. طيب نزيدوا اكثر. نعم، الثومه قلتي هي اللي كتركزوا عليها بشكل كبير، يعني الثومه هي اللي كتركزوا عليها بشكل كبير. البصله مثلا حتى هي البصله كتساعد حتى هي، علاش؟ حيت البصله فيها ضد الالتهاب. هي من الخضر ولكن حتى هي كتساعد كتنقص من الالتهاب، وهو معروف بان الالتهاب هو اللي كيساعد الخليه السرطانيه باش تولد. هذوك الالتهابات اللي كيكونوا، ماشي الالتهابات اللي كيعرفوا الناس ديال سيتاني انفلاماتوار دو كور، ماشي التهابات المفاصل ولا لا. نعم. نمشيو معاك الاعشاب دكتور هشام. يمكن باب عندنا اعشاب واحده اخرى، عندنا البازيليك، الحبق فيه حمض الاكسوليك، الاسيد الاكسوليك، هذا ضد الاكسده. هذا كيوقف الخليه السرطانيه، ما كيخليهاش تبقى كتولد. الوغ الكوريوندر، القزبر فيه الديليمونان. عفوا السي دكتور هشام، القزبر يابس ولا القزبر حي بحال جوج او خضر؟ فوالا، غير هو الناس حنا كنركزوا على واحد القضيه، ما نبقاوش حيت كنشوفوهم في الكوزينه كيقطعوه تخي فان، كيقطعوه رقيق بزاف. ايه ماشي لازم، بالعكس هو خصو يتلاح هكاك ويتمضغ هكاك. الا كان ديك الربيطه تلاح في الماكله، هذيك الربيطه مزيانه. فوالا باغي تزيد الربيطه مزيانه مزيان، سي تخي بيان، ولا يتقطع كبير. نعم، راه كنشوفوه في لي كويزين انترناسيونال كيقطعوه هكاك كبير، غير كيفرتو بيدو. حنايا المغاربه كنطحنوه، حنا كنطحنوه ما كيتنيل بحال الا ما خاصوش يبان. نعم لا نعم نعم.
الخرقوم. الخرقوم البلدي. الخرقوم البلدي. الخرقوم ضد الأكسدة. الخرقوم ضد الالتهاب. الخرقوم كيدفع الخلية السرطانية باش تموت. الخرقوم ما كيخليش هذيك لا تيمور الأورام ما كيخليش العروق ديال الدم يتكونوا فيها. لأن ملي غيتكونوا فيها عروق ديال الدم غيبدا يوصل ليها داكشي اللي بغات وغتبقى كتولد وغيبدا كيقلل من التوالد ديال الخلية السرطانية. طيب كيفاش ناخذوا الخرقوم البلدي في هذه المرحلة؟ الخرقوم البلدي ياخذوه يطحنوه على يديهم يتطحن احسن يكون جديد. أيه. باش يطحنوه شويه بشويه. يطحنوه ويستعملوه في الكوزينة. ماشي ياخذوه احنا كنقولوا مينيموم معلقة في الوقاية. ملي كنكونوا بحال دابا بحال هكا غادي نستعملوا جوج ثلاثة المعلقات في النهار في كاع الماكلة اللي غادي نديرو. يعني خاصها تخلط مع الماكلة ماشي تتحدى. مع الماكلة ماشي ياخذوها ما يقدروش عليها. أيه. عندنا الاستراغون. بون الاستراغون ما لقيتش سميتو انا بالمغربيه. وصفولينا دكتور هشام. الاستراغون سمي نبات الطرخون. الطرخون الطرخون الى راه قال له هذا اللي كيبيع اللي زيبي سميتو العطار. العطار غيعرفوا غيقول له نبات الطرخون عندنا في المغرب داير بحال ماشي بحال النعناع الورقه ديالو طويله. ايه ورقه طويله ما يعرفوه. كيتباع لي ستراغون كاين هنا في المغرب. لونو اخضر. هذا كيفاش حتى هو نتعاملوا معاه؟ يا اما كنديروه في لاصوص ديال الحوت، لاصوص ديال اللحم، ديال الدجاج. كنقدروا نديروه شي شويه مع الاتيزان. ولكن اكثريه في لاصوص. يعني في الصلصات. الصلصات نعم كيعطي يمكن كيكون مركز اكثر في الصلصات. كيكون مركز اكثر في الصلصات. هذا مهم بزاف كيعاون المفعول ديال الدواء الكيميائي وفي والدواء بالاشعه. لا بون لا لو جينجومبر السكينجبير. السكينجبير الوغ السكينجبير فيه لو جينجيرول ضد الالتهاب. لان الالتهاب هو المشكل الكبير في هذه الامراض الكبيره السكر والطونسيون والاورام. غيكب عليه سيت اون انفيزيون غيكب عليه الماء. نعم. واذا بقى في الماء بارد ما يمكنش يشكل شي خطر دكتور؟ لا ما يبقاش في الماء بالاحسن ما يبقاش ما يباتش حتى في الماء ما يباتش. لا بالاحسن بلاش. نعم. هادو ديال ديما لامونت النعناع لان فيه الحمض البيغيليك لاسيد بيغيليك. نعم. راه كيعاون بزاف المفعول ديال حتى هو نبات لا شيميوثيرابي ولا غاديوثيرابي الدواء الكيميائي وبالاشعه. هذا النعناع ديالنا. النعناع ديالنا اللي كنستعملوه سواء العبدي سواء الفليوي سواء كل ما خلطنا كل ما مزيان. مزيان هذيك الخليطه اللي كيديروا المغاربه راه مزيانه. مزيان. الوغ لوغيكون زعيطره. الزعيتره بالضبط. الزعيتره. ايه. الزعيتره فيها لو كاربوكول ضد الاكسده. هذه كتوقي الباتريمون جينيتيك هذوك الجينات اللي في الخليه كتوقيهم من ذاك الاغلاط اللي كتوقع باش الله يستر كتقدر تبدل الخليه ما كتبقاش. وحتى هي كتوقف التوالد ديال الخليه السرطانيه. الزعيتره حتى هي كيفاش نستعملوها دكتور هشام؟ لان راه السر في الاستعمال الصحيح. السر في الاستعمال. انا كنقول للناس الزعتر غادي نستعملها غنستعملها هذا الشيء اللي كنهضروا عليه كل مره نستعمل وحده ماشي كل نهار نديرهم كلهم. الا لان راه التخلاط خايب. الزعتر اللي غادي نستعمل غير نص معلقه ما غاديش ندير بزاف ونديرها في انسوس ولا نديرها في انتيزان باش تطلق شي شويه غير تطلق لي شي شويه مع شويه الماء دافي ولا شويه الماء سخون ونخليوها. عندنا لو بيرسيل المعدنوس. المعدنوس كيوقي الانسان من هذوك الميتاستاز ذاك الانبتات ملي كتبدا تهرب الخليه السرطانيه كتبات وكتبان في بلاصه اخرى. المعدنوس عاوتاني بحال القزبر بحال اللي قلنا قبيله ما بقاش نقطعوه صغير بزاف. حتى هو يبان. حتى هو خصو يبان من الاحسن. ملي غادي نديروه في الشلاطه نديروه كبيبر هكا انا فرتو شي شويه بيدينا صافي. حتى هو ما كيوقف
الخليه السرطانيه ما كيخليهاش تبقى تولد وما كيخليش الهبيسو سونغا الدم يتولد في هذيك الاورام باش تبقى كدير اللي بغات، ما كيخليش الدم يوصل ليها. هادو حتى عشبه قمح هذاك جيرم دو بلي ولا حتى هي كدير هادشي. عشبه القمح الوغ عشبه قمح باش نسهلوا على الناس ملي كنكونوا كنكونوا مسافرين غير كتهبط الشتاء باش سبحان الله كتبدا تنبت اللي طالعين كيبدا ينبت واحد النبته خضراء رقيقه كدير واحد 8 10 سنتيم هذيك هي عشبه القمح ديك الاولى داك الاولى هذيك هي اللي هذيك هي اللي قال الله سبحانه وتعالى في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء هذيك هي اقوى حاجه فيها فيها القوه ديال 10 لا 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 100 وحده في وحده هذيك راه كتساعد بزاف الناس اللي مريضين بالسرطان باش يداووا يعني ما كنقول لهم خذوها وقطعوها طريفات وديروها في الشلاضه يا اما خذوها هكا خضراء وديروها عصير مزيان مع العصير مزيان يقدروا ياخذوا الزرع عشبة القمح هذه غير باش نركزوا عليها عشبة القمح عشبة القمح نقدروا في بلاصه ما ناخذوها من الارض كان نقدروا نديروها عندنا حتى في الدار كنفزقوها بحال اللي كنا فسرنا الناس هذوك اللي جيغم دوبلي كنخليوها كنخليو الزرع واحد الكميشه ديال الزرع ماشي بزاف كندير واحد الكميشه في الماء كتبات حتى 24 ساعه على باس ما تنبت ملي كتنبت كناخذوها وكنرميوها في شي محيطه عندنا في الدار بلا ما نغرسوها هي غتقلب راسها بوحدها ونبقاو جالسين كنسقيوها غير مره في النهار هي غادي تقلب وغادي تبدا كتنبت ملي تطلع بواحد 6 7 8 ديال السنتيم طالعه كلهم خضر نقطعهم ونستهلكهم ونستعملهم ديجا ملي غادي نديرهم عندي في الدار ما غندير لا دواء لا والو دونك راه غادي تحسب بيو ولكن من الاحسن هذوك الزرع اللي غادي ناخذو نمشي نقلب عليه يكون دو بون كاليتي يكون راه كاينين لي ماكازان بيو كيبيعوا الزرع اللي بغا يزرعو باغ اكزومبل حتى شويه حنا نمشيو شوف السي هشام حنا مع الناس البسطاط اللي ما كيعرفوش فين يمشيو فين يجيو نمشيو مع هاد الناس هادو اللي الله يحسن العوان هما الناس اللي عندهم الامكانيات راه كيعرف فين يمشي كلهم يوصلوا لهاد الشيء تمام يمشيو للرحبه ياخذوها نعم عندنا لو بيمون الفلفله فيها الكابسايسين تكون حاره ولا ماشي حاره الكابسايسين حتى هي كتوقف التوالد ديال الخليه السرطانيه عندنا الابزار لو بواف الوغ الابزار حتى هو كيوقف التوالد ديال الخلايا السرطانيه وكيعاون العون المفعول ديال الدواء الكيميائي يعني الوغ كاين بون غير نقول فوغ لو باساج ما عرفتش واش كاين في المغرب ولا لا كاين لو بواف غلون الابزار طويل ماشي الابزار طويل كيدير كيكبر كيخليه حتى كينشف حتى هو ولكن طويل الشكل ديالو يعني الشكل ديالو طويل ماشي مدور ياك سي هشام بليتو طويل عطي بليتو الطول طيب ماشي مدور طويل طيب يقدر يتلقى قليل عندنا هنايا في المغرب ما كاينش مشكل كبير المهم حنا خلينا في اللي عندنا لو رومارين ازير حيت فيه لو كارنوسول هذا ضد الاكسده هذا اللي كي الازير اللي فيه مهم بزاف باش حنا كنقولوا للناس حتى اللي عندهم المشاكل ديال المصارن اللي ديما عندهم مشاكل ديال الهضم يستعملوا ازير منه ازير مزيان وكبر في كاع البلايص نقدروا ناخذوا تم كاين الفيلات اللي دايرينهم غير في باب الفيلا تاخذ منه شي شويه يا اما كنديروه هكا خضر ولا ناشف مع الماء سخون مع الماء سخون كنديروه انفيجون حتى هو كنكب عليه الماء سخون كنخليه 10 دقائق ونحيدو ونشربو اللي قاد المصارن واهم حاجه هو الرياكتيف لي ميكانيزم دو ريباراسيون سيلي كيبدا هذوك الاليات اللي كتقاد الخليه هو كي كينظمها طيب وكيوقف التوالد ديال الخليه السرطانيه الاخراني باش ما نخليوش شيء الزعتر مع الزعتر 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 ضد الاكسده وحتى هو كيوقي الباتريمون جينيتيك الجينات ديال الخليه شكرا لك دكتور هشام فنيش على كل هذا التوضيح هذا وعن اهميه بعض الاعشاب في تخفيف مرض السرطان اهمها الثومه الحبق القزبر خضر الخرقوم البلدي الطرخون سكين جبير كذلك النعناع الزعتره المعدنوس عشبه قمح الفلفله الابزار
لا زير والزعتر، هادو اهم الاعشاب اللي ممكن انها تخفف مرض السرطان. الله يرحم الوالدين دكتور هشام فنيشة في صائف، التوازن الغذائي والطب الطبيعي بالرباط. الى اللقاء.